بص يا عسكري رجب قدامك، ما تلفتش حواليك. بعدين معاك يا عسكري رجب. للشمال مل، للشمال مل. اعدل نفسك، الشمال مل على الحاز اللي جنبك، اللي على يمينك. بس توقف ثابت. جنبان. واحد اثنين ثلاثة. واحد ايه ده؟ خدمة. خد يا عسكري عبد البر من دوية. وقف ثابت، بص قدامك على الجنب. خد من دوية. حاضر. وقف ثابت. وقف ثابت يا عسكري عبد البر. وقف ثابت. اثبت. الناس من دوية وقف ثابت. وقف بص قدامك بقى ما تكلمش. خد من دوية يا عسكري رجب. امسكها كويس. بص قدامك. اثبت بقى بص قدامك. التليفون. واحد اثنين ثلاثة. ايدك الشمال فين يا عسكري يا رجب؟ سلاح قف.
العسكري راجع من خلف دور سريعا أرش. انت عسكري مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين خالص تنظيم خف مش معانا في الطابور ايوه غلطت اخر مره هندخلك المكتب محظور اسف يا فندم اخر مره حاضر غلطت تاني مره حاضر يا فندم دوران لليمين لا اليمين هر ها يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دور اعمل الشمال دور لا اليمين هر وانت كنت هنا مش عارف ايدك اليمين الشمال فين ايدك اليمين اليمين فين الشمال اهي طب لخبطهم كده اعملهم كده في بعض اهم اه فهمت فين ايدك اليمين ولا الشمال فين ما انت لخبطتهم يا فندم عسكري ايدك اليمين اه ايوه نادي خلاص هتدور دلوقتي على الايد اليمين دي بفوق لا اليمين هر لا الشمال هر لا اليمين هر لا الشمال هر لا اليمين هر وحلك يا عسكري راجل خبط سريع راجل عسكري صراخ بالطابور صراخ بالسرايا صراخ بالفصائل يا رب اليمنى ام اليسرى اظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالارجل الشملة الفصل الثاني الدوران بالعدد يدور العسكري الى اليمين على عقب الرجل اليمنى اليمنى واصابع القدم اليسرى اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى واصابع القدم اليمنى انت اخيرا لو كنت لازم تقرا في سرك لو قرات في سري لن افهم شيئا ليه هتفهم بعقلك ولا بوجهك انا حر افهم كما اريد واشتهي الكلام ده لما كل وحدك مش تصدع لنا دماغنا بعد اتمام الحركه الاولى يجب ان تكون القدم اليمنى مبسوطه على الارض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى إلهة خمد يا شيخ اثنين مع سنين مفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل القدم اليسرى من الرضع القدم اليمنى الفصل الحادي عشر الفصل الحادي عشر وكل ده عشان اخلص من شوشو هي شوشو كانت وحشة ده انت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز ده انا نفسي حاسس اني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني الفصل الثامن والتسعون رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح انت عبقري شويش شويش انا مش ممكن اقدم استقالتي من هنا اهو امال صحيح ممكن قوي بعد خمس سنين ان شاء الله البس انت عسكري اصحى عسكري اركب الهوا اثبت هنا مفيش ركوب هوا هنا في نظام وفي عسكرية مسمعش النوبة معلش النوبة يا شويش اصلا انا ما نمتش طول الليل ليه اصل العسكري عبد البر ده طول الليل عمال يقرا لنا في تراويح عسكرية انزل البس ما تعرضش نفسك للجزا معلش والنبي اصلا انا رجلي مقفقفة تنشين اشكال هيكلية معلومات للمعلم ثبت الاشكال الهيكلية على مسافات حتى 300 متر الك 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 يتقدم التدريب يختبر كل جندي بوقت فرصة التنشين مش بطال نشن احسن عشان تضرب في السوادة نفسها يا مرسي يا أبا العباس بعدين معك عسكري نشم فوق شوية حاضر يا فندم ها
خلي النشان على السواد يا عسكري. انت ايه ما بتشوفش؟ والله يا فندم هو احسن، انا اضرب الاول وبعدين ترسموا السواد فوق الضرب على مهلكم. Thank you.